من قلب العاصمة الحبيبة بغداد، من شارع الثقافة، من قبلة المثقفين العرب في بغداد، بين الثقافة والتراث والمحبة، وبيت للكل مع شارع المتنبي. نرى هؤلاء الرواد الذين يأتون من كل مكان فقط ليطالعوا التاريخ والجغرافيا الذي بدأ من هنا وانتهى هنا. بعد انفجار شارع المتنبي خلى العالم كله يعرف شنو هذا الشارع. لماذا المتنبي علق في أذهان الجميع دون غيره من آلاف الشعراء؟ المتنبي لم يمتدح من أجل فتات الدنيا جارية أو عشرة من الإبل، المتنبي كان يعد نفسه صديقا. العراق يمرض لكنه لا يموت، ولدينا أذرع بعدد أذرع الأخطبوط حتى نعمل إلى غد مشرق. بيت للكل غدا 11 مساء على قناة مصر الأولى.